بحقيقة يلاه كملنا سيدنا رمضان، يعني كتسمى الحولي الصغير، ودابا مقبلين على الحريرة الكبيرة. حنا كمغاربة بحقيقة مقصحين بزاف من خلال ارتفاع الأسعار في أي حاجة، أي حاجة ولا عندها ثمن كبير. مولاي الكبير ما يقد عليه غير سيدي ومولاي. أنا لحد الآن ما قدرتش نقول لك كنطلبوا بالإلغاء العيد، بالعكس عليه، حرام شي مسلم من هاد السنة اللي فرضها الله سبحانه وتعالى. وكاين بزاف ديال الاسر ما كياكلوا اللحم حتى المناسبه ديال العيد الكبير، يعني ماذا بينا يكون العيد الكبير. وانما كنطالبوا الجهاز وكنطالبوا الحكومه واللجان المدعمه والمحسنين يحاولوا يعني يدخلوا في هذا القطاع من خلال صندوق المقاصه ديال الخروف باش يولي في متناول. شنو بغيت نقول لك انايا، فهمتي؟ وسيدنا الله ينصره راه دائما مع الفقير، راه ملك الفقراء، يعني حتى هو راه غيثير الانتباه في هذا الموضوع هذا. اما الحكومه راه حنا خصنا يدينا عليها، فهمتي؟ هذوك ناس غير بروتوكول وبيادق والبيع والشراء بيناتهم. وكنتمناو يعني يكون خير ان شاء الله، يكون خير يكون خير. السلام عليكم. العيد العيد اخويا على كل واحد كيتمشى على الجهه ديالو، فهمتي؟ العلف غالي والناس الله يحسن العوال بالله راه ما شادين والو، فهمتي؟ وارتفاع الالاف، فهمتي؟ بحال الدراس سكاليم كل شيء، الشعير كل شيء غالي. الناس مساكن مضرورين، الفلاح مضرور، وتا الناس اللي غيشريو الله يحسن العوان، وكل واحد كيتمشى على الجهه ديالو. الشقره انت الاهل حرام على ذاك الشقره ديال العيد، الناس ما يكونش عيد، هي من الاحسن، من الاحسن ما يكونش عيد. لا مع هاد الغلاء، مع هاد الغلاء ومع هاد الله يحسن العوان، الناس مساكن راه كل واحد فهمتي، كل واحد والظروف ديالو الله يحسن العوان. القرار ديالي انا متفقه مع انهم يلغيو العيد. نظرا لهاد الغلاء وي 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 حتى الغلاء وحتى بركه من اللحم بركه من اللحم. احنا كناكلوا اللحم العام كامل، احنا كناكلوا اللحم حتى الغلاء ديال العيد، يعني وصل الثمن ديالو واحد الثمن مرشد. شو هو كل واحد كيتمشى على قد حال، يعني ماشي الغلاء الغلاء ولكن راه كل واحد غيتمشى على قد الحال ديالو. ما يمكنش انت الصالير ديالك 3000 درهم مثلا وغتشري حولي ب 3000 درهم، امبوسيبل. شوف فانا زعما كنقول يعني كل واحد والمقدار ديالو.